يستمر معبر رفح في استقبال المساعدات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية، بالإضافة لخروج مزدوجي الجنسية وعدد كبير من المصابين من الأشقاء في فلسطين. ورغم عرقلة قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات من الجانب الفلسطيني، إلا أن البوابة المصرية ما زالت تفتح أبوابها لإيصال المساعدات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس، مراسل التلفزيون المصري، متحدثا إلينا من العريش. إليك كريم، وآخر تطورات المشهد لديك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هي الصورة كما وصفتموها، فبالفعل هذه البوابة من الناحية المصرية لم تغلق قط منذ الحرب على غزة، وهي تفتح أبوابها لدخول جميع المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث عن شاحنات إغاثية من مواد غذائية، نتحدث عن مستلزمات طبية، نتحدث عن خيام، نتحدث عن عدد كبير آخر من المساعدات، منها البترولية أيضا تدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية. تحاول دائما قوات الاحتلال عرقلت دخول هذه الشاحنات إما عن طريق معبر العوجة حيث كانت يتم تفتيشها من قبل، أو معبر كرم أبو سالم، أو حتى معبر رفح من الناحية الفلسطينية، ولكن هذا لا يمنع أيضا استمرار دخول الشاحنات من الناحية المصرية، حيث دخل اليوم عبر البوابة المصرية فقط ما يقرب من 160 شاحنة ليتم تفتيشه من قوات الاحتلال، ولكن قوات الاحتلال قامت بوقف دخول الشاحنات خلال اليوم ويومين ماضيين من الدخول عبر بوابة معبر رفح الفلسطينية، وتدخل فقط عبر بوابة معبر كرم أبو سالم، وهو ما يعرقل أيضا ويؤخر دخول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين. ولكن هذا أيضا لا يمنع استمرار تدفق المساعدات بشكل كبير، إما عن طريق مطار العريش الدولي الذي يستقبل الطائرات، حيث استقبل بالفعل من طائرات من عمان وطائرات أيضا من الإمارات وقطر. هذه الطائرات وصلت محملة بعدد كبير من الأطنان والمساعدات الإغاثية المختلفة ليتم نقلها إلى الأشقاء في فلسطين، عن طريق بالطبع الهلال الأحمر المصري الذي يبذل مجهودات كبيرة هو المتطوعين استقبال هذه المساعدات وتخزينها في المخازن إما في العريش أو في رفح، لتتحرك بعد ذلك لتدخل إلى الجانب الآخر من الأشقاء في فلسطين. خرج أيضا اليوم عدد كبير من المصابين والأشقاء في فلسطين ليتلقوا العلاج، وأيضا رصدنا وجود سيارات كثيرة لمزدوجي الجنسية من مختلف السفارات المختلفة تواجدوا أمام بوابة معبر رفح المصري. ربما في خضم كل هذه الأحداث والتهديدات باجتياح رفح، وأيضا ظهرت بعض الشائعات خلال الأيام الماضية ومنها اليوم بإغلاق معبر رفح من الناحية المصرية، ولكن حسب ما رصدناه فالأمر ما زال مستمر. معبر رفح المصري لم يغلق في إدخال المساعدات قط منذ بداية الحرب، أما الناحية الأخرى فتوقفت من الناحية الفلسطينية ولكنها تدخل عبر معبر كرم أبو سالم. بالإضافة لذلك أيضا التحالف الوطني يقوم بتجهيز قافلة كبيرة محملة بالمساعدات، والتحالف الوطني هو تحالف مصري بالطبع للأحزاب والمنظمات المدنية المختلفة التي شاركت بالمساعدات المتنوعة ليتم إيصالها إلى الأشقاء في فلسطين. وتحركت هذه القافلة بالفعل من المفترض أو من المتوقع أن تصل خلال يعني أمس خلال مساء عفوا اليوم، أو حتى ربما تصل في الغد، ولكن نحن بالطبع في انتظار هذه القافلة لتصل إلى بوابة معبر رفح المصري مثل قافلات غيرها أو سابقتها وصلت بالفعل، حيث أكثر من 70% من المساعدات الإغاثية التي تذهب إلى أشقاء فلسطين تأتي بالفعل من المصري ومن الدولة المصرية. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرس، مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية.